مره كنت في السوبر ماركت ولقيت حد بيطلع قدامي كده، هي 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 انا بقول لك اهي هي حقيقيه. اتخضيت جدا. اهلا، واضح انا هنا شيحة. انا دايما عيد ميلادي كان في الكريسماس 25/12، فكل سنه كان بيجي لي هديتين، هديه عيد ميلادي وهديه الكريسماس. بصي انا مش بفكر قوي بطريقه ايه اكتر حاجه بتحلمي بيها مو عايزه تحققيها، بحب اعيش اللحظه لان اللحظه اللي موجوده دلوقتي هي دي اللحظه اللي احنا بنعيشها، فعيشها وحسي بيها وانبسط بيها وما تخليهاش تعدي من غير ما تبقى كسبت منها. زمان كان نفسي اغير العند، بس تغلبت على العند بسبب العند وخلاص، بقيت بعند بس في الحاجات اللي بحبها. انا منظمه جدا في شغلي وبحاول قدر الامكان ان كل حاجه تبقى مظبوطه، ولما حاجه تطلع بره النظام ده ببقى متضايقه ومتعصبه. مش هقول لك ايه فيلمي المفضل، لانه انا بشتغل في السينما، وده معناه ايه؟ معناه ان انا بتفرج على جانرز كتيره جدا، وده بيخليني بحب حاجات كتير جدا. المايه بتاعتي كتاب بكون بقراه دلوقتي، ونوت بوك صغيره فيها قلم عشان بحب بقعد اكتب نوتس. ما اقدرش اقول كتابي المفضل لان هما كتير قوي، بس انا بحب يوسف ادريس جدا. لندن ولبنان. اقعد مع الناس اللي بحبها. ممكن اقعد كتير، ممكن اقعد من غيره اصلا. بحب اعيش من غير انترنت، اتبسط قوي زي زمان، كنا بنروح المواعيد من غير تليفونات، كنا بنقابل صحابنا في المواعيد بشكل منظم جدا. انا عملت سكاي دايفنج في برنامج في اسبانيا. سهل اعيط لما اشوف حد عنده حاجه فيها انجاستس، او اشوف ولد بيعيط صغير بنهار. انا كنت بخاف جدا من ان انا اعمل سكاي دايفنج، عملت سكاي دايفنج. كنت بخاف من الغطس، عملت دايفنج. لا، ما بحبش الكذب وما بحترمش اللي بيكذب عليا. مرة كنت في السوبر ماركت ولقيت حد بيطلع قدامي كده، هي 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 انا بقول لك اهي هي حقيقية. اتخضيت جدا. خليك صادق مع نفسك، ما تكذبش، الكذب ملوش رجلين، فالحقيقة هي اقصر الطرق في الحياة.